مرحبا طاقمي العزيز، أتمنى أنكم جميعا بخير. اعذروني على عدم تحميل الجلسات مؤخرا لأني مريض بعض الشيء. اليوم سوف نتكلم عن قوة التخيل. التخيل هو الأساس في التأمل، هو الأساس في السعادة، هو الأساس في تغيير حتى أفكار الدماغ. ولكن كثير من الناس في التعليقات تأتيني أنهم لهم صعوبة في التخيل. فعلا تعليقات كثيرة جدا، هناك أشخاص يريدون فعلا أن يغيروا حياتهم ولكن لديهم مشكلة في التخيل، في الدخول في حالة التخيل العميق. المهم سوف ألخص لكم تقوية التخيل في 5 خطوات بسيطة، واستمروا على التمرين. طبعا أن التخيل مثل أي تمارين رياضية على سبيل المثال. عندما تتمرن لا تظهر النتائج من أول يوم، ولكن مع المدة سوف تلاحظ. كذلك التخيل والتأمل في نفس الشيء. التخيل النقطة الأولى ركزوا عليها جيدا، هو أن تحضروا صورة على سبيل المثال وتراقبوا هذه الصورة من جميع جوانبها. مثلا أنا الآن لدي هذه الصورة، انظروا إلى شاشة الكمبيوتر، لدي شكل الأمواج وشجرة النخل والجبال في الأسفل، وبجانبهم نصف قرص للشمس. تضيء هذه الشمس النصف على الأيمن من الجبل، تعطيه منظرا جميلا جدا. رأيت هذه الصورة؟ ركز عليها الآن واحفظها في عقلك بكل هدوء، لا تحاول أن ترهق نفسك. جميل، الآن اغمض عينيك، حاول أن تتخيل أن هذه الصورة أمامك الآن. يمكنك أن تتخيل أن هذه الأمواج تتحرك، ممتاز، وأوراق الشجر تتحرك، والشمس تغرب بهدوء، والجبال التي على يمينك تصبح أكثر ظلمة مع غروب الشمس، ممتاز. الآن افتح عينيك، انظر إلى الصورة مجددا. هل قارنت التخيل مع الصورة التي أمامك الآن؟ البعض لعلها وجد صعوبة، لأن هذا الشيء فعلا يحتاج إلى تمرين، ولكن البعض الآخر فهم الرسالة واستطاع أن يتخيل. لأن ليس في الموضوع يا خبرة، لأن فعلا هناك أشخاص لديهم قوة خيال عالية جدا بدون أي تمارين، وهناك أشخاص يحتاجون إلى التمرين لكي يقووا خيالهم. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني هو أن تحضر أي شيء بجانبك، على سبيل المثال مفاتيح، قلم، إطار، ملصقات البيت. تحضر أي شيء يمكنك مسكه وتراقبه من جميع الجهات، ومن ثم تغمض عينيك وتتخيله في عقلك، ممتاز، جميل. التمرين الثالث هو أن تركز على سبيل المثال في زاوية معينة أو نفق في الشارع، أو تنظر إلى باب غرفتك وهو نصف مفتوح، تنظر إلى أي مكان فيه فتحة أو أي شيء، وتتخيل أن شيئا ما دخل هناك أو خرج، أو شخصين مثلا التقى هناك، أو نزول طائرة في ذلك المكان، أو تصنع أي خيال في عقلك بحيث أنك تستشعر وكأنه شبه حقيقة. أعلم أن هذا الشيء غريب بعض الشيء لبعض الناس، ولكن هذه من أحد التمارين التي تقوي الخيال. جميل. الآن التمرين الرابع، عندما تمشي في الشارع على سبيل المثال، تخيل أن كيف هذه الرياح تضرب جسدك وتدخل بجسدك وتخرج من الجهة الأخرى. تخيل أن أوراق الشجر تمروح عليك. تخيل أن ضوء الشمس يغذيك بالفيتامينات. تخيل وهكذا، يعني تحاول أن تصنع مخيلة من أي شيء. لا تكترث لمن يقول لك أصبت بالجنون وغيرها، فعلمنا نحن عالمنا خاص لا يستطيع أن يعرفه أي شيء، أي شخص. لهذا طاقم هذه القناة جدا مميز، نعيش في عالمنا الخاص، نتحرر من كل المشاكل.
جميل. التمرين الخامس هو أن تتخيل أنت نفسك على سبيل المثال هذه الصورة التي رأيناها الآن على الجهاز الكمبيوتر. يمكنك أن تتخيل نفسك أنك بداخل هذه الصورة واقفا أو جالسا على هذا الشاطئ، والأمواج تتحرك وأوراق الشجر تتحرك والشمس في حالة الغروب وهذه الأجواء الرائعة الجميلة. ويمكنك حتى أن تتخيل سمعيا بأن هناك صوت طيور تزقزق في الأعلى وتعطيك حالة من الاسترخاء، أو تتخيل أنك متكئ على عرف هذه الشجرة. ممتاز. هذه الخمس تمارين من التخيل حاولوا أن تستمروا عليها. لا تجعل عقلك يقول لك أنك مجنون أو ستصاب بالجنون أو لا لا لا، لأن العقل أي شيء يأتيه جديد سوف يحاربه، وطبعا محاربة العقل له لا تعني المعرفة وإنما عدم تقبل الجديد ليس إلا. بهنا نكون انتهينا باختصار شديد عن كيفية تقوية التخيل، وأتمنى أني أفدتكم، وأعذروني على عدم تسجيل الجلسات لأني مريض بعض الشيء، ولكن سأحاول اليوم في الليل أن أسجل لكم جلسة، وأحاول أيضا أن أصور لكم فلوج، لأن هناك متحف جميل تاريخي هنا في اسطنبول، سأصور لكم بعض المناطق بعض الأشياء التي فيها التاريخية، وأريدكم وأنتم تشاهدوا الفيديو تتخيلوا عندما أقول أن هذا الشيء من عصر كذا، أريدك أن تتخيل كيف أن هذا الشيء كان في عصر كذا ويتحرك. عندما أقول لك أن هذا مثلا شيء قديم جدا من أشياء أهرامات مصر أو غيرها، أريدك أن تتخيل كذلك كيف كانت الحياة في ذلك الوقت، وهذه الأشياء تقوي التخيل أيضا. أتمنى أن أكون أفدتكم أعزتي وأحبتي جميعا. أخوكم نضال الهمالي من قناة يختار جلسات التأمل. سلام.